صباح الاهلي يتعادل مع الوداد 1-1 في استاد برج العرب، نتيجة ايجابية للوداد وسلبية للاهلي اكيد، بس هل ده بالشرط معناه ان الاهلي لعب ماتش وحش وبقى خارج البطولة؟ اكيد لا. ولو سيبنا كل تاريخ الاهلي وركزنا بس على اخر 5 ماتشات في البطولة دي هنكتشف ان لسه بدري قوي. طبعا انا مش بقول ان الاهلي كده كده هيكرر نفس النمط ده وهيكسب، ولكن اللي بقوله ان اللعيبة نفسيا وذهنيا مش هيتأثروا بشكل سلبي كبير بعد اخفاق في المباراة الاولى، لان عندهم ثقة العودة في المباراة تانية لانهم لسه عاملينها. وبصراحه لو قارنت ما بين ذهاب ماتش الوداد وماتش الترجي هشوف ان الفرق كبير قوي، لان الاهلي لعب ضد الوداد ماتش حلو. وكالعاده مش عارف اشمعنى في ماتشات الاهلي دايما ببقى عايز الخص كل اللي حصل في 3 نقط، فيلا نخش في التفاصيل. النقطة الأولى والأهم هي نقطة المهاجمين، أو بصراحة هو مهاجم واحد، نجم شباك الأهلي الأول في كل السوشيال ميديا في آخر كام أسبوع هو وليد أزارو. ونفس الكلام اللي قلته بعد ماتش الترجي الأولاني هكرره تاني دلوقتي. الحكم الشامل على وليد أزارو لازم يكون في نهاية الموسم، لا ينفع تتبعه بعد ما يضيع فرص، ولا ينفع تمجده وتنجمه بعد ما يجيب هاتريك، لأنها مش مشكلة وليد أزارو إن المدرب بيعتمد عليه بشكل أساسي كمهاجم الفريق الأول، وأول مباريات ليه مع الفريق الجديد واللعيبة الجديدة والبلد الجديدة هي مباريات حاسمة في دور خروج المغلوب في دوري أبطال أفريقيا. أزارو لعيب صغير وفي اللحظة الحالية بالتأكيد ما هوش المهاجم اللي هيجيب لك جول من نص فرصة، ولكنه المهاجم اللي ممكن يجيب لك جول كل 3 أو 4 فرص. بس الواقع برضو بيقول لك إن الأهلي حالياً ما فيهوش أصلاً المهاجم اللي هيجيب لك جول من نص فرصة. ما فيش شك إن أجاييه شكله بيكون أحسن بكتير لما بيلعب كمهاجم طبيعي عن لما بيلعب ناحية الشمال ويضطر إن هو ياخد الكرة ويروح بيها، ولكن حتى أجاييه كسترايكر ما هوش المهاجم الفتاك وأصلاً أصغر من أزارو بسنة، فلسه محتاج خبرة وثقة. صعب قوي يكون عندك مهاجم عنده 21 أو 22 سنة وتكون عنده الخبرة والثقة الكافية ان هو يجيب لك جول من نص فرصة. فالإدارة الأهلي قررت تعمله الموسم ده هو الاعتماد على مهاجمين صغيرين علشان يشوفوا لو يقدروا فعلا يحولوهم للنجم ده. واكيد عماد متعب اللي مش بيلعب اصلا حاليا وما عندوش ثقة المدرب ما هواش برضو المهاجم ده. بس خلوني ارجع لمتعب تاني في النقطة الثالثة في اخر الحلقة. النقطة الثانية هي هدف الوداد، ودي اكتر لقطة حاسمة في المباراة كلها، لان الهدف ده هو اللي بيدي الافضلية للوداد قبل مباراة العودة. والمصيبة هنا ان الجول دوت دخل من تقريبا الفرصة الوحيدة اللي الوداد وصل بيها للجول، وان محمد نجيب ما قفلش على اوناجم قبل ما يرفع الكرة، وان الكرة بتترفع اصلا كان في مدافعين اكتر بكتير من مهاجمين المغرب جوه منطقة جزاء الاهلي، ومحمد بن شرقي كان واقف ما بين 2، وانه نجح ان هو يسبق ويركب فوق سعد سمير عشان يسجل هدف كربونا دخل في ماتش النجم. بس محدش ركز مع ان الاهلي جاب 6. محمد نجيب بشكل عام عمل ماتش كويس، ولكن لازم اشيل المسؤولية كلها للجول ده لخط ظهر الاهلي. النقطة الثالثة والاخيرة واللي عايز اتفرع فيها شوية هي تبديلات وتكتيك البدري. التبديل الاول اللي بدري عمله كان في توقيت ممتاز لتنشيط الهجوم بنزول وليد سليمان، ولكن مشكلتي معاه كان قرار خروج أجاييه. كان لازم في الدقيقه 63 التبديل يكون مكان واحد من ثنائي الارتكاز، وساعتها عبد الله سعيد يرجع يلعب في القلب ووليد يلعب في ناحيه ومؤمن في ناحيه، وأجاييه يتحول لمهاجم تاني جنب أزارو علشان تتحول الخطه ل 4-4-2. شخصيا ما كنتش احتاج وقت كتير علشان اختار اني اطلع عمرو السوليه واسيب رامي ربيعه جوه الملعب، لان بالرغم من تسرع رامي في بعض الاوقات والكره معاه، بس هو اشرس لاعب دفاعي في نص ملعب الاهلي، فهو دايما اللي بيقدم الحمايه المطلوبه لنجيب وسعد سمير في تغطيه نص الملعب كله، وبيعرف دايما امتى يضغط على حامل الكره عشان يحاول يمنع الهجمه المرتده من قبل ما تبدا. ده بالنسبه لرامي ربيعه. اما بالنسبه لعمرو السوليه فزي ما قلت قبل كده، انا لغايه دلوقتي مش قادر اشوف الاضافه الكبيره اللي السوليه بيقدمها هجوميا او دفاعيا، بس مفيش شك ان حسام البدري اكيد شايف حاجه معينه وطالب من عمرو السوليه حاجات معينه بينفذها له في الملعب، علشان كده مديله كل الثقه ان هو ما بيطلعش من التشكيله. بس بغض النظر مين الارتكاز اللي هيلعب جنب عبد الله السعيد، فاهم حاجه في التبديل ده انك هتلعب باثنين سترايكرز هيتواجدوا داخل ال 18، وبالتالي هتزيد فرص تحويل الضغط والسيطره الهجوميه لفاعليه حقيقيه على المرمى، بالذات وانت معظم خطورتك الهجوميه بشكل عام بخلاف هدف مؤمن زكريا اللي جه بعد اول دقيقتين بتكون دايما من على الاطراف. وصحيح ان كان في صعوبه في المباراه دي بشكل عام في الاختراق من على الاطراف او من العمق، وبالتالي في ناس قالت ان علي معلول وعبد الله السعيد الاثنين ما كانوش في يومهم، فبصراحه مضطر اختلف معاهم شويه، لان تشكيله الوداد اللي لعب بيها على الورق كانت 4-1-4-1، وبعد اصابه الجناح الهجومي الخطير جدا اوناجم وخروجه من المباراه بعد صناعته للهدف الاول، نزل مكانه عبد العظيم خضروف ناحيه اليمين، وساعتها كان الوداد خلاص سجل هدف التعادل وتركيزه كله هيتحول للدفاع، وبالتالي بدا دفاع المنطقه وخضروف تحول الى ظهير يمين تاني جنب نصير علشان يلعب مان تو مان تقريبا مع علي معلول، واولويته الاساسيه
الحقيقه هو انه يقفل المساحه اللي ناحيه الشمال. ده بالنسبه لمعلول. اما بالنسبه لعبد الله السعيد فاسلوب لعب الوداد بيعتمد على وجود 5 لعيبه في العمق، قلبي الدفاع وبدر وصلاح الدين سعيدي، والاهم بقى هو ابراهيم نقاش اللي كان وظيفته الاساسيه انه يلعب مان تو مان على عبد الله السعيد والكوره مع الاهلي او الكوره مش مع الاهلي. وعلشان كده كان المفروض انك تخرج واحد من ثنائي الارتكاز عشان تقلل لعيبه النص اللي موجوده في العمق، وبداله يبقى عندك لعيب زياده داخل الصندوق. فلما تلاقي عبد الله السعيد بيعمل 1 2 حلو قوي معلول ويحطه في موقف رائع لانه يلعب عرضيه، فكعاده مومنت هيتواجد داخل ال18 وهيبقى عندك غيره ازارو وعليهم اجايف، ففرص ان الكوره دي تلاقي رجل مهاجم يحطها في الشبكه بتبقى اعلى بكتير. وبعدين مفيش اي مشكله انك تاخد المخاطره الهجوميه دي من بدري، لانك في اي لحظه لو سجلت وكنت عايز ترجع تاني تزود الكثافه العرضيه في القلب فانت تمتلك لاعب جوكر اسمه احمد فتحي، ففي اي لحظه ممكن تخرج واحد من المهاجمين وتنزل محمد هاني يلعب باك رايت وتحول احمد فتحي ارتكاز تاني في النص وعبد الله السعيد يرجع في مركزه في القلب. ولو ما عرفتش تعدي النتيجه في تبديلك الاخير هيكون نزول عماد متعب، وفي رايي اللي لازم كان يخرج هو وليد ازارو لان معظم قراراته في المباراه كانت خاطئه. واحده بدل ما يروح فيها وينفرد طول الكوره بغرابه شديده ومسكها الجول، واكتر من كوره بتتلعب بالعرض وبدل ما يرجعها لدماغه تاني داخل ال18 كان بيعمل حاجه غريبه قوي ويحاول يحطها في الجول وبتطلع بره بشكل عشوائي. فمن الاخر هي دي كل الخيارات الهجوميه اللي موجوده عند الاهلي حاليا، وفي رايي ان خيار نزول عماد متعب حاليا ما هوش مثالي. وطبعا مشكلتي هنا ما هياش مع عماد متعب، ولكن مشكلتي مع جاهزيته لتاديه الدور ده. مشكلتي هنا مع حسام البدري وعدم اعتماده على عماد متعب بشكل عام في اخر 20 او 15 دقيقه من معظم المباريات اللي فاتت علشان يجهزه ذهنيا ونفسيا ويديله حس المباريات علشان لما ينزل يعرف فعلا يجيب له جول من نص فرصه. هو طبعا عماد ممكن ينزل في اي وقت ويجيب جول وشوطه لشوطه وطلعت جنب العارضه كانت ممكن تخش، بس واقعيا حتى لو ده حصل فدي هتكون باراده شديده جدا فرديه من عماد ومش بالتجهيز والتدريب والتخطيط لده. وفي النهايه نقدر نقول ان الوداد فريق منظم جدا دفاعيا ويمتلك ثلاثي هجومي سريع وحريف ومهارته عاليه، ويبقى السؤال هل هيبداوا المباراه الجايه في المغرب بنفس التكتيك اللي انهوا بيه مباراه برج العرب وهو الدفاع المنطقه والاعتماد على المرتدات، ولا هنشوف سيناريو مغاير في رايي احتماليه حدوثه اقل بكتير وهو ضغط عالي وهجوم من الفريق المغربي علشان يستغل الروح والحماس الجماهيري في ملعبه. ولكن في كل الاحوال في ظل اصابه حسام عاشور وعدم جاهزيه وليد سليمان بشكل تام، التشكيله الانسب للاهلي هي نفس التشكيله اللي بدات المباراه اللي فاتت، نفس ال 4 2 3 1 ورامي ربيعه برده هو الارتكاز جنب السوليه. ولكن التركيز هنا لازم يكون على التبديلات الهجوميه اللي فعلا ممكن تقلب المباراه في الشوط الثاني، التبديلات اللي تعمدت ان نركز عليها النهارده. فاضل شوط اخير على حلم البطوله وحلم تمثيل القاره الافريقيه في كاس العالم في ابو ظبي، وكل الاهلاويه هيعيشوا ويحلموا بالعوده المثاليه اللي حصلت قبل كده في 2006 بهدف ابو تريكه في الصفاقسي وهدفي جد وليد سليمان في 2012 في الترجي. فما تنساش تسيب لي توقعك انت لنتيجه المباراه في الكومنتس تحت، وما تنساش تعمل سبسكرايب واشتراك للقناه على يوتيوب من هنا، ولو عايز تتفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا، لايك على يوتيوب، شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. كالعاده كان معاكم عمرو نصوحي واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.